الحلول التي لا تزال في جعبة القوى السياسية خاصة الإطار؟ هل لديه ما يقدمه للطرف الآخر إلى جانب يعني تمسكه بمرشح السيد السوداني؟ يعني المشكلة في الإطار التنسيقي وخصوصا بعد انسحاب السيد مقتدى صدر، النواب السيد مقتدى صدر من البرلمان، لم يحاول أن يقدم خارطة حقيقية، خارطة طريق ممكن أن يرضي بها السيد مقتدى صدر، وإنما حاول مرارا استفزاز السيد مقتدى الصدر سواء بالنواب البدلاء وغيرها وبترشيح السيد محمد الشياع السوداني، بالرغم من أنه شخصية يعني محترمة السيد محمد الشياع السوداني، لكن السيد مقتدى صدر يشعر أنه أي مرشح من الإطار التنسيقي سوف يملى عليه رغبات السيد المالكي وغيره من قادة الإطار. بالتالي السيد مقتدى صدر أنا لا أرى هنالك إمكانية في جميع الحوارات التي ممكن يسعى إليها الأخوة في الديمقراطي أو الأخوة في السيادة، لأنهم لا أتوقع أن هنالك إمكانية لهذا الحزبين أن يذهبوا إلى السيد مقتدى صدر وهم ليس في جعبتهم أي حلول ممكن أن يقدموها إلى السيد مقتدى صدر من قبل الإطار التنسيقي. فبالتالي أنا لا أرى أن السيد مسعود البرزاني بالتحديد يجازف باسمه وبتاريخه بالذهاب إلى السيد مقتدى صدر، وهو يشعر ولو شيئا بسيطا أنه السيد مقتدى صدر لن يرضى بهذه الحلول. سمعنا كثير من المبادرات، مبادرة النجرفان وقبلها مبادرات كثيرة، لكنها لم تكن حقيقية على أرض الواقع. حتى الإخوة في الديمقراطي وفي السيادة سمعنا من هنا وهنالك أنهم قد تخلوا عن السيد مقتدى صدر. أنا أرى عكس هذا الموضوع جملة وتفصيلا. عندما طالبهم السيد مقتدى صدر بانسحابهم من البرلمان هم لم يذهبوا بهذه الرؤية، وإنما ذهبوا برؤية أخرى أنهم سيذهبوا لعقد جلسة البرلمان أو لاختيار رئيس الجمهورية، لكن ضمن مطالب السيد مقتدى صدر هو يوافق عليها، وبالتالي لن يجدوا مقبولية لهذه المطالب التي سوف يقدمونها، وبالتالي سيكون انسحابهم من البرلمان هو تحصيل حاصل.